السلام عليكم، شرف الدين دينار بالعباس، مواطن من الاصل المغربي مقيم في مدينه تراسا، مدتي 24 سنه تنشغل في يعني في بلدي المدينه هذه 18 سنه، وتنشغل في الميدان ديال كره القدم. وهذه المشاركه يعني في الميدان السياسي جات من طرف هذا الحزب اللي هو اللي جا عندي، وتقريبا راه قنعني بالافكار ديالو بالامور اللي تيشوفها كمواطن من اصول مغربيه صراحه تتناسبنا، لانه واحد الحزب اللي كيغاف في هذه المدينه ما عندوش اي انتماءات من شي جهات اخرين او من شي مدن اخرى، باش ما ندخلش في امور ديال الاحزاب اخرين. وصراحه تتبقى المشاركه الاولى السياسه، انا الحمد لله يعني من هاجت اليوم تنشتغل في الكره، وديما كنت تنحفز على الاندماج ونكونوا ما نبقاوش مجرد بارطاجوش، خصنا ندخلوا معاهم في الميدان ديالهم في اي ميدان، يعني سياسيه ثقافيه رياضيه. وتنظن هذه السنه اللي كانت هنايا تنشتغل فيها في الكره هما راهم قدروها، وهل يعني بحال واحد الجائزه انني ندخل معاهم ونكون في الليستة، ونتمنى ان شاء الله خير. واحد النداء للجاليه المسلمه والجاليه من الاصول المغربيه اللي هي في هذه المدينه كثيره بزاف، تعد نسبة الاولى في اسبانيا كامله بعد الاصول المغربيه، ثاني هي المدينه الثالثه كبيره في كاتالونيا، والثامنه في اسبانيا. نتمنى المشاركه تكون قويه باش حنا نوليو نصنعوا قرار في هاد المدينه. علاش لا؟ حنا عندنا هنا اوتور اللي هي قويه، اللي هي تبتدع اننا عندنا العيون الكعب ديالها. نتمنى هاد الامر يعني في السياسه نكونوا قويين ونكونوا نحكموا. شكرا. Soy Luca Alarcón, soy teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Tarrasa y también soy secretario del partido Tempar Tarrasa. Y bueno, quería animar a todo el mundo a votar este domingo, es imprescindible que todo el mundo vote. Creo que la comunidad marroquí, además la comunidad de origen marroquí o de cualquier país que no sea España, pero que tiene un proyecto de vida en nuestra ciudad, tiene una cita con las urnas y tiene una responsabilidad muy grande, porque el voto es una herramienta que nos va a permitir que partidos del odio no entren en el ayuntamiento a tomar decisiones. Nosotros llevamos en listas a Chala Feldín, creo que ya lo conocéis, que es un chaval que ha participado en muchísimos proyectos sociales y deportivos, un chaval que se ha ganado tener un proyecto de vida muy bonito en nuestra ciudad, es protagonista de nuestra ciudad. Creo que además de observar qué es lo que pasa y contemplar, hay que participar, hay que transformar la realidad y mejorarla. Y aquí yo creo que todos tenéis mucho que decir, así que os animo a que el domingo aprovechéis y utilicéis vuestro derecho a votar, porque necesitamos por una ciudad justa y una ciudad bonita. Muchas gracias.